اول حاجه دي الترند. ايه هي الترند دي؟ لو دوست عليها كده دي بتقولك ان دي الترندات اللي هي شغاله حاليا او منذ 24 ساعه او منذ 7 ايام. مثلا دي رومانيا ودي الترند فيها، فنلندا ودي الترند فيها، انا عاوز اجيب ايجيبت مثلا. مش هقعد بقى انزل كده كل شويه وادور عليها اهي ايجيبت اهي. بس لو افترضنا ان ايجيبت دي في مكان بعيد او السعوديه او الكويت، ادوس كنترول اف، ايجيبت دي الترندات بتاعتنا، ليونيل ميسي وهاري كين والدوري الاسباني واللي عارف الدوري البرازيلي ولا حاجات زي كده يعني. تمام، ايه انا ممكن استفيد من الحاجات دي ازاي؟ طبعا الناس اللي هي معانا شغاله على مواقع، سواء كان الغرض من المواقع ديت ان هي بتنافس على كلمات مفتاحيه او ادسنس، دايما بتحب تكون عارفه ايه هو الترند النهارده عشان تبدا تكتب عنه. تمام، على سبيل المثال هداف الدوري الاسباني، انا اخده كده كوبي اروح على جوجل اقول له ايه سيرش. دي المواقع اللي حاطه كلمات مفتاحيه، مقالات عن كلمه هداف الدوري الاسباني. تعالوا كده نشوف التواريخ. التواريخ ده منذ 7 ايام، منذ ساعه، تحت هنا اهي منذ 19، منذ مش عارف ايه. انا لو عندي موقع وليكن الموقع ده بيتكلم بشكل عام عن الرياضه والاخبار والكلام من ده، هاجي مثلا افتح اللي هو منذ ساعه ده كده، ويكون معايا الموقع بتاعي سواء كان وورد بريس او بلوجر او اي منصه، اشوف الموضوع اللي مكتوب هنا واخده كوبي وبيست واعمل فيه اعاده صياغه. يعني مثلا انا خدت الموضوع ده كده كوبي اهو، اوضحها لكم بس سريعا، انا بس مش عارف ادخل في تفاصيل كتير عشان الفيديو ما يكونش طويل، بس انا بس ايه هحاول اوضح لكم انت ازاي تستفيد من الادوات دي بشكل موجز. اما باقي التفاصيل بشكل يعني باقي التفاصيل بشكل اوضح هتنشرح ان شاء الله في الكورس ده، هيكون زي ما قلت لكم فيديو تعريفي للواجهه بتاعه المنصه. على سبيل المثال ده البوست بتاعنا، طبعا بمسح الحاجات اللي زي كده علشان اللينكات. ليونيل ميسي مثلا، اجي مثلا كده اقول له هو نجم فريق برشلونه الذي قدم عرضا ختمه بهاتريك تاريخي ب3 اهداف. ومعه الانفراد وهكذا. يعني ايه؟ ابدا اضيف على المقالات، على النص، ابدا اضيف على النص اي شيء، اي كلام من عندي، بحيث ان انا اولا يكون المقال مش منسوخ، يكون عدد الكلمات بتاعتي اكتر من المقالات التانية، وكمان عشان اتجنب الحظر من ادسنس او حتى من محركات البحث. كل الناس اللي عندها مواقع تعرف يعني ايه المقالات المنسوخة ومدى تأثيرها على الموقع، سواء كنت بتتعاقب من خلال جوجل نفسها محرك البحث او حتى من خلال ادسنس لو انت شغال ادسنس. فانت بتعيد صياغة المقال، واعادة صياغة المقال بشكل يدوي بيكون ليها فوائد كتير. بتهرب عامة من موضوع الحظر ده، بتحط محتوى ذات كلمات مفتاحية اكتر وكلمات في المقال اكتر من المنافسين بتوعك، وفي نفس الوقت بتنافس على الترند بشكل لحظي. ده بالنسبة للموضوع لو انت بتكتب مقالات وعايز تستفيد من خاصية الترند. تمام؟